حبايبي أبطال الصف السادس الابتدائي، هنبدأ مع بعض. يونت 2 ليسن 1. We are all different. جميعنا مختلفين. نحن جميعا مختلفون. We are all different. نفتح مع بعض بيج 58، وهنتكلم النهاردة على a new student at a school. طالب جديد في المدرسة. He's very clever. He's very clever. هو ماهر جدا جدا. نقرأ مع بعض الكلمات مهمة جدا. Nervous, nervous, nervous. عصبي، متوتر. Clever, clever, clever. ماهر، شاطر. Intelligent, intelligent. ذكي. Shy, shy, shy. خجول. Personality, personality, personality. شخصية. Polite, polite, polite. مهذب. Calm, calm. هادئ، بتساوي كلمة quiet. هادئ. messy, messy. فوضوي، غير مرتب. Organized, organized. منظم. Tidy، مرتب. مرة تانية هقول عربي وانت تقول انجليش وتأكد معايا من النطق. متوتر او عصبي. nervous. ماهر. clever. ذكي. intelligent. خجول. shy. شخصية. personality. مهذب. polite. هادئ. calm. quiet. فوضوي او غير مرتب. messy. organized. منظم. مرتب. tidy. كلمات إضافية يا أبطال. تذكرة. extra. إضافي. extra. relaxed. relaxed. مسترخي. copy. copy. نسخة. word. 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 قلق. careful. careful. حريص. carefully. carefully. بعناية. بحرص. carefully. text books. كتب مدرسية. text books. text books. كتب مدرسية. worksheets. 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 ورق عمل. correctly. correct يعني صحيح. correctly بشكل صحيح. friendly. friendly. ودود. جاية من كلمة friend، صديق. friendly، ودود. helpful. helpful. متعاون. جاية من كلمة help، يساعد. بحولها إلى adjective، لصفة. helpful، متعاون. school work. school work. واجب مدرسي. respect. respect. احترام أو يحترم. break. break. فترة استراحة أو فسحة. الأفعال يا أبطال مهمة جدا، في جزء منها regular، منتظم. ask، asked. share، shared. يسأل أو يطلب. ask، يشارك. share. أفعال irregular، غير منتظمة. feel، felt. feel، يشعر. felt، شعر. خلي بالك من التعبيرات وحروف الجر المهمة. important expressions and prepositions. take around. take around. يأخذ في جولة. take around. take around. take around. offer to. offer to. يعرض أن. a bit nervous. a bit nervous. a bit nervous. متوتر قليلا. let's. هيا بنا، ما تنساش بيجي بعدها الفعل بدون اضافات. let's play. اوعى تقول let's playing، لا let's play. let's eat. let's sleep. let's swim. هيا بنا. come on. هيا او تعالى. welcome to. مرحبا بك. welcome to. welcome to. welcome to. يظهر احترام لي. show respect to. show respect to. يبقى شخص محترم
بولايت مهذب. جيت تو نو، جيت تو نو يتعرف على. جيت تو نو. هات بريك، هات بريك في الفسحة، في فترة الراحة. ستاي ويز، ستاي ويز يبقى مع. أهم كلمات يا أبطال في الدرس الأول من يونت 2 مع بعض، بيج 58 خلصناها، هندخل دلوقتي على 59. كلمات مهمة جدا جدا جدا، وركز واعرف المعنى صح. ميسي يعني ايه؟ ميسي فوضوي غير مرتب، يعني نوت تايدي. نوت تايدي بتساوي كلمة ميسي، أو نوت أورجانايزد غير منظم بتساوي كلمة ميسي، يعني واحد دايما بيضع أدواته مش على المكتب في أي مكان، غير مرتب هنقول عليه he is messy، he isn't organized، هو غير منظم. he is messy فوضوي. friendly، friendly يعني ودود. nice to others لطيف مع الآخرين، وكمان متعاون helpful. messy فوضوي غير مرتب، friendly لطيف أو متعاون، organized يعني مرتب أو منظم، tidy careful حريص. organized، organized بتساوي كلمة tidy أو careful. clever، clever يعني شاطر أو ماهر. good at school work يعني جيد في الواجب المدرسي. المدرسي he is good at English، he is clever أو intelligent. intelligent ذكي. nervous، nervous عصبي غير هادئ. not calm بيكون worried قلق، يشعر بالقلق. nervous worried، nervous worried أو not calm. shy، shy خجول مكسوف كده. worried about talking to people الآن من التحدث مع الناس. بنلاقي أطفال على طول بتمشي مع باباها أو مامتها، وأول ما يشوفوا ناس ما تعرفهاش يستخبوا على طول ورا بابا أو ورا ماما. شاي خجول، شاي شاي. worried about talking to people الآن من التحدث مع الناس، أو quiet يعني هادئ. polite، polite يعني مؤدب. speaks carefully بيتكلم بحرص. and correctly بشكل صحيح. shows respect يظهر الاحترام. خلي بالك يا بطل من الكلمات المفردات المتاحة عندنا، يعني في الامتحان لما يسألني ويقول لي someone is not tidy يبقى على طول he is messy. someone is nice to others يبقى على طول friendly. someone is tidy or careful يبقى he is organized. someone is good at English
good at schoolwork. يبقى على طول يا أبطال clever. Someone is not calm. ليس هادئ. He is nervous. Worried. قلق. Someone is worried about talking to people. شخص ما قلقان من التحدث مع الآخرين. Shy. Polite. Someone speaks carefully. شخص ما بيتحدث بحرص بعناية. And correctly. يبقى على طول بولايت. تعال نشوف قصة زميلنا النهاردة اللي أول يوم يروح المدرسة الجديدة. First school. First يعني أول طبعا. School مدرسة. It's Hazem's first day at school. أول يوم لحازم في المدرسة. تخيل نفسك أول يوم رايح مدرسة جديدة. You are a new student. أنت طالب جديد. How do you feel? كيف شعورك؟ Feel nervous. أعتقد أنا لو مكان حازم بالضبط هشعر بالقلق وكمان الخجل. حازم feels a bit nervous and shy. حازم يا أبطال لسه متوتر قليلا وكمان خجول، ما يعرفش بيقابل مين ولا يتكلم مع مين. Students. تلاميذ. Friendly. هنا بقى تبدأ مهمة التلاميذ اللي موجودين في المدرسة. لازم يا أبطال نكون كلنا friendly مع خصوصا الطلبة الجدد. Students are friendly. الطلبة في المدرسة ودودة جدا. حازم's new school. الحمد لله هيستريح حازم. No يعرف. School مدرسة. آسر هيلبس حازم get to know the school. آسر خلي بالكم هيساعد حازم يتعرف على المدرسة. get to know يتعرف على get to know. آسر هيلبس حازم get to know the school. share يشارك. share with فاكرين يشارك مع. book باسل offers to share his book with حازم. طبعا باسل is friendly and helpful. باسل عرض المساعدة ان يشارك كتابه مع حازم. clever ماهر شاطر. باسل is very clever and good at math. شاطر في الحساب يا أبطال. a bit messy. حازم is a bit messy. ولكن حازم فوضوي يا أبطال. عندنا تدريب بسيط جدا جدا. number one. Number one, يوسف. He gets worried. He is الآن يا يوسف. Nervous. Excellent, يوسف. أسيل. He is a very space boy. He shows respect to others. He is a very polite boy. Polite. Excellent. Polite boy. ولد مهذب. Karma, she is a space girl. She's good at schoolwork. Yes, Mr. Yes. في الواجب المدرسي. He is أو she is شاطرة في الواجب المدرسي. A messy girl. A messy ده هي شاطرة. هل هي clever؟ Shy. Clever. Excellent. كارما. علي. His gum is always messy. He never ties it. طبعا he never ties مش بيرتبها ابدا. يبقى شخص ميسي فوضوي. تعال نشوف حكاية حازم واصحابه باسل وكمان زمايله وهنشوف هيعملوا ايه معاه في اول يوم في المدرسة. How does حازم feel today؟ عايزين نعرف إجابة السؤال ده. كيف يشعر حازم اليوم؟ Why؟ ولماذا؟ Hi حازم I am Aser. Hi حازم I am Aser. You look worried. Is everything okay؟ شكلك قلقان يا حازم.
هل كل شيء على ما يرام؟ هاي آسر، It's my first day at school. إنه يوم الأول في المدرسة. It's my first day at school. And I feel a bit nervous and shy. أنا أشعر بالقلق الآن، خجول قليلا. Don't worry. Don't worry. We are all friendly. كلنا ودودون. I can help you to get to know the school. I can help you. ممكن أساعدك. Get to know. Get to know. يتعرف على. Get to know. Get to know the school. Really? حقا؟ Can you? هل يمكنك؟ تعال نشوف كده مع بعض إجابة السؤال. How does حازم feel؟ عمار، How does حازم feel today؟ حازم يا مستر كان ورد، هو كان متعصب. انجلش يا بطل، يبقى قول he feels He nervous and shy. yes he feels a bit nervous and shy، خجول كمان والآن. طبعا زميلنا هنا آسر هيساعده to get to know the school. Sure I can take you around، ممكن أخذك في جولة. Show you where your classroom is، وكمان هوضح لك فصلك المدرسي فين مكانك. And stay with you at break، وكمان هقعد معاك في الفسحة. رائع جدا آسف. Let's go meet some of my friends. طب ايه رأيك؟ يلا نقابل بعض من الأصدقاء. خلي بالك، Let's go meet. Let's go meet. Let's go meet. فعلين ورا بعض. أيوة عادي، هيا نتقابل. Yes، بنقترح Let's go meet some of my friends. Look، انظر. There is Basil، معانا شخص جديد. باسل. Hey Basil، مرحبا يا باسل. Hi آسر، حازم. This is Basil، يبدأوا يعرفوا بعضهم بقى. حازم، This is Basil. He's very clever and he's good at math. خلي بالك يا حازم، باسل شاطر جدا. He is very clever and he's good at math. لو في حاجة واقفة معاك في الحساب على طول على باسل. He's good at math. He's clever at math. You can ask him if you need any help with your homework. ممكن تسأله لو انت في حاجة، في أي مساعدة في الواجب الدراسي. بس زز از حازم، خلي بالك بس. school here today. حازم النهارده اول. هاي حازم، welcome to our school. مرحبا بك يا مستر. جدا طبعا يا مستر، اول يوم وعلى طول مؤدبين جدا جدا. يس، هنظبط الصوت تاني دلوقتي يا ابطال، خليكم معايا مكملين مع الاصدقاء الجدد. حازم، باسل، آسر. Now I think they are friends. دلوقتي يا أبطال أصدقاء. شوز. He shows respect. He is so polite. مؤدب جدا جدا جدا. Yes. Thanks. شكرا. Do you have all your books yet, Hazen? بيبدأ يسأله. Do you have all your books yet, Hazen? معاك كل كتبك يا حازم؟ I am not sure. مش متأكد شوية. I have a lot of books in my room at home. خلي بالك أنا عندي كتب كتير في غرفتي في البيت. But I am a bit messy.
ليه كده يا بطل؟ هو بيقول أنا فوضوي قليلا، أنا غير مرتب. I am not sure which text box I already have. أنا مش متأكد بالظبط أي كتب مدرسية بالفعل already عندي دلوقتي. We can share my book today. We can share my book today. ممكن مشاركة كتاب اليوم. And I have an extra copy of the worksheets. وخلي بالك أنا عندي نسخ إضافية من ورق التدريبات worksheets. يبقى عندنا text books كتب مدرسية، text books، worksheets التدريبات. واو you're really organized. أنت منظم. Thanks بس. طبعا النظام حلو يا أبطال. Come on come on. هيا يا بطل. I'll show you where the science classroom is. كمان هوريك دلوقتي مكان فصل العلوم. مستر نصري loves you so much. رايحين فين؟ هنكمل مع بعض. يلا تدريبات الدرس الأول. Listen and circle the correct answer from A, B, C, or D. استمع جيدا وضع دائرة حوالين الإجابة الصحيحة. حازم is a new student at our school. He's very polite and clever. زين is حازم's new friend. زين ده عبارة عن صديق حازم الجديد. Who helps him get to know the school. زين takes حازم around and shows him where his classroom is. حازم is very happy. عمار number one. حازم is a new at our school. Yes, Mr. Student. Student, work, teacher, trainer. Student. Student, excellent. مهيب. حازم is very and clever. Point. Polite. تيمو. زين is حازم's new friend who helps him get to know the School. school. نور الدين. زين shows حازم where his classroom. Excellent يا أبطال، رائع جدا. Put the words in the correct orders to make sentences. لازم أقرأ كلمات كويس. You, your books, do, have, all, yet. Ready يوسف؟ Yes, do you have all your books yet? Do you have all your books? يوسف أسيل. Yes. Ali shows respect to everyone. علي دايما طبعا بيوضح الاحترام، محترم جدا علي كمان. To everyone. علي shows respect to everyone. كارما. Friend and my is funny, friendly. Karma. Yes, Mr. Yes. My friend is funny and friendly. Excellent. My friend is funny and friendly. Excellent. Karma. Yes. Ammar. This room isn't tidy. It's really organized. Isn't tidy. مش مرتبة. Messy. Messy يا بطل. أصلا بس افتكرتها organized. لا أخلي بالك، ما هو لو كتب لي is tidy كنا اخترنا organized. لازم طب ليه؟ أركز علشان في نوت.
نوت تايدي، غير مرتبة. واحدة كمان يا عمار، she doesn't like to talk to strange people، لا تحب أن تتحدث مع الناس الغرباء، because she is a... شاي Excellent عمار. علي، Sana سلمى is ابن، never nervous. She is calm and collected. Excellent علي. سلمى مش ممكن بتكون متعصبة، هي دايما هادية ومسترخية. كمان نور، بسمة is Yes. very بسمة is very those she is very good at maths. Clever. طبعا زي كده نور بالظبط. نور is clever but نور is very good at English. تيمو، what does Basil offer to show to share with Hazen؟ banquet wait يا تيمو. أول حرف كابيتال يا مستر، موجود كابيتال، وحرف دي كابيتال. حرف البي كابيتال بتاع باسل. يس وده علامة استفهام. question mark، what does Basil offer to share with Hazem and question mark at the end. read the text and answer the questions. انا هقرا القطع يا ابطال، واستعد في اي سؤال مباشر. خليك مستعد دايما. اياد is a new student at school. اياد طالب جديد في المدرسه. he is 13، عنده 13 سنه. he feels a bit worried. worried الان ليه يا اياد؟ هنعرف. ادم is اياد's new friend at school. ادم صديق اياد الجديد. ادم is going to help اياد get to know the school. ادم سوف يساعد اياد علشان يتعرف على المدرسه. he shows him where his classrooms are. ادم is very clever. ادم شاطر جدا جدا. he's good at math، جيد في الحساب. اياد can ask Adam if he needs any help with his homework. اياد forgets his tickets books because he is a bit messy. ليه اياد اول يوم كده؟ مش هينفع. Adam is very polite. He offers to share his book with اياد. اياد now is very happy and quiet. Number one, يوسف. The text is about النص بيتكلم على ايه يا يوسف؟ New student. A new student. Excellent. كارما، the opposite of the opposite of the underlined word worried. عكس كلمة worried ايه؟ Relaxed. Yes, relaxed. Excellent. Relaxed. هنرجع مع بعض تاني. ثواني يا ابطال. Relaxed. Well done. Number three. Asil, Adam is going to share his with Iyad at school. Book. His book. كتابه في المدرسة. مكملين مع مهيب. What's Adam good at? What's Adam good at؟ مهيب، أين أنت يا بطل؟ أين ذهبت؟ موجود. يلا يا بطل، What's Adam good at؟ English، French، Arabic، Math، Science. Math. يبقى أقول إيه الإجابة كاملة؟ He is good Adam is at. very clever and he's good at math. Excellent مهيب. Yes عمار، summarize the second paragraph. عايزين تلخيص منك يا عمار للفقرة الثانية. ثانية يا مستر، بس عشان أنا بس بفكر. فكر، أنا هنا عايز منك تلخيص للفقرة الثانية.
عرفتها. الإجابة هي مستر إياد فورجيتس هيز تكست بوكس. تمام، ممكن تنفع دي، خلي بالك. انا ممكن كمان الخص باسلوبي انا واقول ادم اند اياد ار فريندز توداي، دلوقتي بيو اصحاب. يس اكسلنت، وانت جاوبت كمان اجابه جميله جدا جدا. يور فيرست داي ات سكول، يومك الاول في المدرسه. هاو ديد يو فيل، كيف شعرت؟ وات ديد يو دو، طب عملت ايه؟ تعال نشوف كده مع بعض، مكتوب لنا الإجابة النموذجية. نسمع يوسف، اتفضل يا يوسف. Today was my first day at school. I was very worried and nervous. And shy, I don't know anyone in the new school. I met a friendly student called Baher. He is in grade 6 too. He took me around the school and showed me my classroom and the library. We had lunch together and a break. He asked me about my favorite subject and hobbies. He is very clever at math. We shared his textbooks. Because I didn't have mine, it was a nice day at school. Yes, excellent, Yusuf. Today was my first day at school. يوم الأول في المدرسة. I was very worried and shy. كنت قلقان، خجول كمان. I don't know anyone in the new school. ما كنتش عارف ولا واحد في المدرسة. I met a friendly student called Ben. قابلت صديق ودود اسمه ايه؟ باهر. He is in grade 6، سنة 6. 2. He took me around، خذني في جولة للمدرسة، and showed me my classroom، وكمان وضح لي فصله، and the library. We had lunch together، اتغدينا مع بعض at break. He asked me about my favorite subjects، سألني عن المواد المفضلة، and hobbies، والهوايات. He is very clever، هو ماهر جدا. At math we shared، في الحساب شاطر. We shared his text books، شاركنا الكتب. Because I didn't have mine، ما كانش معايا كتابي. It was a nice day at school. Ready Asil to read؟ Yes mister. Read. Okay. Today was my first day at school. I was very worried and shy. I don't know anyone in the new school. I meet a friendly student called Beher. He is in grade 6 too. He took me around the school and showed me my classrooms and the library. We had lunch together and break. He asked me about my favorite subjects and hobbies. He is very clever at maths. We shared these textbooks because I didn't have mine. It was a nice day at school. Excellent, Asir. Read, Ali. Ali. Yes, read, Muhib. مهيب. My first day at school. Today was yes. my first day at school. I was very worried and shy. I don't know anyone in the new school. I met old friendly student. Good Baher. He is in grade 6 too. He took me around the school and showed me my classroom and the library. We had lunch together and break. He asked me about the favorites, asked me about my favorite subject and hobbies. He is very clever at math.
He shared his textbooks because I didn't have mine. It was a nice day at school. You are excellent, مهيب. Nice to meet all of you. ما تنساش لايك وتعليق جميل لو عجبك الشرح يا أبطال، شيره مع أصحابك. Goodbye everyone.